أهلا بحضراتكم معانا إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها كما أسلفنا من باريس، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شملت حوارا معمقا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة، وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة أخرى. جاء هذا في كلمة السيد الرئيس اليوم الاثنين بقصر الإليزي خلال مؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. ممكن نخرج نشوف جانب من هذا المؤتمر الصحفي ونرجع مع حضراتكم. الجمهورية الفرنسية أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق، كمغارب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى باريس، وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى أفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميا ودوليا. ولقد اتسمت محادثات اليوم مع صديق الرئيس ماكرون بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا بصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا التي شهدت كذلك قوة دافع واضحة في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليا، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والنقل والصحة والبنية الأساسية، كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا. ولقد ناقشنا أيضا فخامة الرئيس أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك تكاد تكون منعدمة، واسمح لي فخامة الرئيس، والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها تكاد تكون منعدمة، واسمح لي فخامة الرئيس أخرج عن السياق وأقول في مصر نحن نتعامل مع هذا الموضوع، والمعدلات سواء كانت في اللغة الأولى أو اللغة الثانية هي معدلات معقولة جدا قياسا بالحالة اللي موجودة في العالم كله. وفي المقاصد السياحية أنا بطمن كل أصدقائنا الفرنسيين وكل اللي بيسمعونا إن حتى في المقاصد السياحية زي شرم الشيخ والغردقة بتعتبر منعدمة، ما فيش مشكلة في كورونا في قناة الرئيس، تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانب الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق
بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. على جانب آخر، فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة. أعتقد أن التاريخ هنا يمكن أن يتأتئ لو صح القول. نحن نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شيء، هذه فلسفة التنوير، وهذا ما يجعل من حقوق الإنسان عالميا، وهي في ميثاق الأمم المتحدة. لا شيء فوق الإنسان واحترام كرامة البشر، وهناك احترام الذي نكنه لبعضنا البعض، ولكن في السياسة لا يدخل الدين، وأيا كان الدين، لأن الذين يسخرون من الإسلام، وهذا يصدمكم، هم يسخرون من الكاثوليكية ومن اليهودية، نفسهم يسخرون من كل الديانات. ولا يحق لأي دين، لأن هناك من سخر منه، أن يعلن عن الحرب، لأن الناس يحترمون بعضهم البعض، وبالتالي يمكن أن يتناقشوا بحرية. ولهذا لا يمكن أن أوازي بين الصدمة التي يشعر بها الشخص والعنف من طرف شخص آخر، لأن مساهمة عصر التنوير والثورة والطابع العالمي لهذه القيم هي أن الإنسان. ده كان جانب من المؤتمر الصحفي المطول والمفصل الصريح والديمقراطي في عرض كل رئيس لوجهة نظر شعبه ووطنه في المبادئ اللي تم طرحها، سواء كانت اجتماعية أو دينية أو سياسية أو عسكرية أو غيرها. أيضا لم يفت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارته لفرنسا، وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسن الاستقبال والضيافة في زيارتي لفرنسا. العلاقات بين بلدينا تتمتع بالتنوع في مجالات متعددة، وتطرقنا اليوم لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. أضاف الرئيس: تبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. طبعا مش هيفوتني اقول لحضراتكم ان الرئيس كمان دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة مصر، وقال له يعني عشان نرد جزء من حسن الضيافة والكرم اللي تمتعت زيارتنا به في فرنسا. طبعا دي كانت مجاملة رقيقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايضا اليوم التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا بقصر الانفاليد الوطني بباريس مع فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسي، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة، و أيضا أكد أن وزيرة الدفاع الفرنسي بارلي أكدت التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين. هذه العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي. وزي ما قلنا لحضراتكم، احنا مخصصين فقرة حوار كبيرة ومهمة النهاردة في هذا الموضوع، وأيضا زي ما قلت لحضراتكم في البداية هيشرفني فيها سيادة السفير أحمد الأوسني المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري.
أيضا من اللقاءات الهامة اللي قام بها السيد الرئيس اليوم، لقاءه بعمدة باريس. أن هيدالجو عمدة باريس تناول اللقاء استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضا استشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر. رحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معربة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة، خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات. من جانبه أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية في مصر، وهو الأمر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والأثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم، بالإضافة لتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. كده يعني نختم أخبارنا بخصوص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. وطبعا موضوع الثقافة ده موضوع مهم جدا، لأن فرنسا دولة ذات حضارة عريقة وقامت فيها حركات كبرى في التنوير، في المدارس التشكيلية والمدارس الكتابة والرواية والمسرح، وذات ثقافة عريضة وقديمة وتحوي ربما أكبر كم من الفلاسفة والكتاب والفنانين ربما في أوروبا واحتمال في العالم كله، يعني خصوصا مع عودة عصر النهضة لأوروبا. دي لقطات أمام حضراتكم من زيارة السيد الرئيس اليوم لفرنسا، واستقبال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزي في مراسم استقبال رسمية وأيضا شديدة الحفاوة والود، وده اللي عبر عنه السيد الرئيس شاكرا رئيس فرنسا على هذه الحفاوة وهذا الكرم. طبعا علاقات مصر بفرنسا علاقات يعني طيبة جدا جدا، من وعلاقات بتمتد ل200 سنة وربما قبل، لكن يعني الفترة القليلة الأخيرة يعني احنا ما كناش أبدا بنتخيل ان احنا نجيب مثلا قطع تسليح شديدة التطور من فرنسا، فده كان نتاج وثمر للتفاهم الحادث ما بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية وبالتالي على مستوى كل الأصعدة الوزارية الأخرى. طيب نرجع مصر، حيث التقى الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم عدد من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في إطار خطة اللقاءات الدورية اللي بتجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بكل الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية. نخرج نشوف جزء من هذا الفيديو ونرجع مع حضراتكم. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة. بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن التطوير والتحديث في المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة، وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليل نهار للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيدا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات نظرا لطبيعة عملهم الخاصة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلي القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم، مؤكدا تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذي يبذله هؤلاء الرجال من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم. ودار سيادته حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات
وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، وأكد مقاتلو القوات الخاصة على استعدادهم التام لتنفيذ كافة المهام وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفعة الوطن. حضر اللقاء عدد حقيقة يعني هذه اللقاءات مهمة جدا، وأنا دايما أتكلم في مسألة أهمية أنه أصغر كادر في القوات المسلحة أو في أي وزارة أو في أي جهاز يكون على وعي كبير بالمهمة الوطنية اللي هو جزء من أدائها، مش مجرد أنه هو بينفذ حتة صغيرة وما عندوش الوعي الأكبر اللي تحقق الحقيقة بهذه اللقاءات والندوات اللي بيحرص حتى سيادة الرئيس على حضورها، الندوات الاستراتيجية اللي بتعرض وبتقام للقوات المسلحة. تعالوا نروح للاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الجهود الألمانية لتخفيف التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا باءت حتى الآن بالفشل. وقال اليوم على هامش محادثات مع وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي يتطرق للتوترات المستمرة مع تركيا في الأشهر القليلة الماضية، حاولت ألمانيا جاهدة إيجاد طريقة لدفع الحوار مع تركيا، ولكن بسبب التوترات بين تركيا وقبرص واليونان لم يكن من الممكن للأسف بدء محادثات مباشرة لأنه توجد استفزازات كثيرة للغاية. انطلقت اليوم قمة وزراء خارجية أوروبا، يدرس زعماء الاتحاد الأوروبي تنفيذ تهديدهم بفرض إجراءات عقابية على تركيا بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط. أستاذ هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المتابعين. أستاذ هاني، يعني ده مش أول لقاء ومش أول تهديد ومش أول تصريح عن فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا، لماذا في رأي حضرتك هذا الأمر متباطئ جدا حتى يكاد يكون مجرد استهلاك للوقت وهو ما يصب في صالح تركيا؟ يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت ليست المرة الأولى، أمر متكرر وكان فيه سوابق كتير، كان المفترض يكون تعامل الجانب الأوروبي أشد مما هو عليه، لكن هناك مرونة مفرطة وارتخاء في التعاطي مع تركيا، الأمر الذي جعلها تتمادى بشكل كبير وتكرر سواء اعتداءاتها على الحقوق القانونية وحقوق التنقيب في المياه الإقليمية لبعض الدول مثل قبرص واليونان، أو حتى سياسيا تهديد الاتحاد الأوروبي نفسه بأكثر من مرة بورقة اللاجئين أو المقاتلين الأجانب وداعش وغيره بشكل مباشر. دي ابتزت مش بس هددت، لا مش بس هددت، طبعا كان في يعني ابتزاز ابتزاز صريح بيدر عليها مليارات من الأورو. يعني بالضبط، هو استخدام سياسي لقضية إنسانية، يعني صحيح. هي بتظهر وجهها بشكل اللي هي متضامنة مع اللاجئين وغيره، لكن ده ظهر في أكتر من مرة، ومنها المرات اللي فتحت حدودها لتهدد الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، فده سابق تاريخية كبيرة. طب هل بتتوقع يا أستاذ هاني أنه يكون هذه المرة في شيء مختلف، يكون في بالرغم من أن تركيا سحبت السفينة السيزمية اللي كانت بتنقب عن الغاز في شرق المتوسط من عدة أيام، لكن ما زال تصريحاتها على نفس المستوى الاستفزازي، هل بتتوقع تطبيق عقوبات بالفعل؟ هل بتتوقع التراجع؟ إيه توقعاتك للأيام القادمة في هذه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ يعني يمكن طبيعة الاتحاد الأوروبي بتميل أكثر إلى الهدوء والاستقرار وتجنب المشكلات، وده اللي بيخليها تمول دولة زي تركيا لغلق باب اللاجئين والهجرة غير الشرعية، أو تنفق على بعض الجوانب اللي تريد العيش في سلام بعيد عن المواجهات المباشرة، وده يمكن اللي بيؤجل مواجهة الحقائق والممارسات التركية أكتر من مرة. لكن أعتقد أنه فيه تطورات مختلفة هذه المرة، فكرة الصراع ما بين أرمينيا وأذربيجان كانت تركيا متدخلة فيه بشكل مباشر، والمناوشات في المتوسط والتهديدات الموجودة علاوه على تهديد الاستقرار الأوروبي من خلال التلاعب في الملف الليبي بشكل كبير، ووجود تركيا كتهديداتها بشكل مباشر. أعتقد أن يمكن وجود إجماع و531 صوت تقريبا على ما أتذكر اللي هم وافقوا على حالة موضوع العقوبات على تركيا في الاجتماع في ديسمبر المنعقد، أعتقد أن يمكن هناك عدم رضاء كامل لكافة الدول في الممارسات التركية. نعم، فأعتقد أن الأمور قد يكون فيها تصعيد نوعا ما وليس كما في المرات السابقة، ولكن ليس هناك ضمانة عن إيجاد عقوبات صارمة وكاملة بالنسبة لتركيا، قد يكون في مرحلة
شكرا جزيلا أستاذ هاني سليمان المدير التنفيذي المركز العربي للأبحاث. ونكمل في نفس السياق الأوروبي، حيث صدر اليوم بيان ألماني فرنسي بريطاني مشترك يؤكد أن إعلان إيران رفع مستوى التخصيب مخالف للاتفاق النووي. كانوا بيناقشوا عزم إيران اللي صرحت بيه على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في المعامل بتاعتها ومحطاتها النووية، وبالتحديد في منشأة ناتنز، وهو مخالف للاتفاق النووي يبعث على القلق. البيان شدد على أنه يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوة إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية. حذر البيان من قرار منع مفتشي الوكالة الدولية من عمليات التحقق. يعني طبعا البيان بيدين حاجتين، أولا قرار إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما قد يمكنها من امتلاك أسلحة نووية أكثر قدرة وجدة وحداثة، وأيضا البيان بيندد بأن إيران تمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هي تدخل وتتحقق من أن هي ما رفعتش من مستويات التخصيب. نروح أثيوبيا. رئاسة الوزراء في أثيوبيا أعلنت النهاردة تاني وربما تالت انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تجري، مؤكدة أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان في الإقليم. جاء هذا نقلا عن قناة العربية الإخبارية، ويشار إلى أن منظمات الإغاثة كانت قد حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تجري، والتي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر بين قوات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والقوة الإقليمية المتمردة في رأيه اللي هي جيش تحرير تجري. الحقيقة أنه يعني أنا لا أفهم لماذا لا تلتفت أثيوبيا للتنمية ولمزيد من توليد الطاقة الكهربائية اللي يعني قعدت تقول الطاقة الكهربائية والأثيوبيين بيموتوا وهنعمل السد عشان الطاقة الكهربائية. لماذا تبدد ثروتها في هذا النزاع؟ وإيه إيه الفكرة اللي وراء اجتساس هؤلاء وهم مش قليلين والأسلحة اللي معاهم مش قليلة؟ تجري فيها 250 ألف تقريبا، نص الجيش الأثيوبي مدججين بالسلاح، وهيعملوا إيه دلوقتي؟ والسودان هتعمل إيه في اللاجئين اللي عددهم بيرتفع يوم بعد يوم، اللي بيلجأوا للسودان من جحيم الحرب بين الحكومة الإثيوبية وبين إقليم تجري. طيب نروح للانتخابات. النهاردة طبعا انطلق أول أيام الإعادة في التصويت لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب. بدأ الناخبون في الداخل في التوافد على اللجان الفرعية اللي بيستمر الاقتراع فيها للتاسعة مساء النهاردة وبكرة على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. تعالوا نشوف انفوجراف بسيط عن هذه الإعادة ونرجع نشوف بعض محافظات الإعادة بيحصل فيها ايه مع عدد من المراسلين.
ضمن المنظمات والهيئات اللي بتتابع الانتخابات المصرية بحرص الحقيقة وفد منظمة وفد جامعة الدول العربية اللي بيتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد في الدائرة الأولى اللي فيها أول وتاني بور فؤاد وأحياء شرق والعرب والضواحي. والوفد تفقد اللجان الفرعية 52-53 رجال وسيدات مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين من بورسعيد. معي الأستاذ خضر خضير مدير مكتب الأهرام بمحافظة بورسعيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. يعني أجواء أول يوم من جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات في بورسعيد إيه؟ الأجواء عندنا أجواء جميلة جداً، ساعد فيها حالة الجو الجميلة اللي موجودة، الجو الدافي اللي بتمتع بيه محافظة بورسعيد. طبعاً من الصباح، من الصباح الباكر كان فيه طبعاً توافد على اللجان، السيدات وكبار السن كانوا هم متسيدين الموقف. اللجان الموجوده اللي هي 46 لجنه في الدائره الاولى جميعها في يعني في الساعات الاولى كان الاقبال متوسط، بدات الزياده بعد صلاه العصر، بدا يتوافد الناس بعد انتهاء الفتره الاولى اللي هي بعد ساعه الاستراحه اللي هي مقرره. مديريه الامن كانت طبعا من الصباح الباكر مدير الامن بيتفقد جميع اللجان اللي موجوده في بورسعيد، جولات نقابيه لمحافظ بورسعيد على اللجان. الجميع في النهارده كان السمه المعمول بيها، الاجراءات الاحترازيه اللي هي تم تنفيذها على ادق التفاصيل. بورسعيد النهارده كانت المشهد كان كويس قوي. طب اسمح لي عايز اسالك، هل التقيت باحد من وفد جامعه الدول العربيه لمتابعه الانتخابات اللي كان موجود النهارده في مدرسه بورسعيد الثانويه العسكريه بنين في لجنتين، واحدة رجال واحدة سيدات؟ الوفد جاء بورسعيد وكان بيمر على اللجنتين في مدرسة بورسعيد العسكرية. والوفد لم يسجل أي ملاحظة خالص نهائيا، بل بالعكس ده هو يعني أشاد بالإجراءات الموجودة والإجراءات الاحترازية وبالعملية الانتخابية في بورسعيد، ويعني هم سجلوا شكرهم للمستشار رئيس اللجنة على الجهود اللي معمولة ومبذولة علشان خاطر تطلع بالشكل الجميل اللي حصل النهارده. طيب هايل، بشكرك جدا استاذ خضر خضير مدير مكتب الاعراب محافظه بورسعيد. واروح مع حضراتكم للشرقيه اللي توافد فيها عدد كبير من السيدات في القرى على اللجان الانتخابيه للادلاء باصواتهم في الاعاده ووسط اجراءات احترازيه مشدده والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجه الحراره للسيدات من قبل موظفي مديريه امن الشرقيه والمحليات قبل دخول اللجان. أستاذة إيمان مهنة مراسلة اليوم السابع بمحافظة الشرقية، مساء الخير. مساء الخير بحضرتك. أستاذة إيمان، يعني المشهد لافت في الشرقية بوجود سيدات بكثافة رغم أنه الإعادة مش بتسمح بنفس العدد من المرشحين وبالتالي بيكون الإقبال أقل كثيرا، ولا عندكم إيه اللي بيحصل؟ بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، احنا عندنا محافظة الشرقية من اكتر محافظات مصر اللي بيكون فيها مشاركة انتخابية عموما، يعني احنا عندنا حوالي 4 مليون ناخب بيشارك كل يعني كل استحقاق انتخابي بتيجي محافظة الشرقية في مقدمة المشاركين. النهاردة في جولة الإعادة كان بالفعل السيدات متصدرين المشهد كالمعتاد في جميع الاستحقاقات البرلمانية السابقة، تواجدوا في اللجان من الصبح. الكرة كانت هي الأكثر إقبالا في اليوم الأول للإعادة، يمكن احنا الساعات الأولى لاحظنا ان اللجان اللي في الكرة فيها تواجد كبير جدا. كنت عايزة الفت النظر ان طبعا ان اليوم الانتخابي بدأ بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول الناخبين إلا بوجود الكمامات، دي طبعا أمر معتاد في كل اللجان، لكن احنا عندنا في محافظة الشرقية كان في تجديد جامد على الإجراءات الاحترازية. طبعا لا في كبار السن وذوي الهمم عندهم طبعا حرص على حقهم الانتخابي. لكن قولي لي يا استاذة ايمان، هل لاحظتي عموما كده انه الاقبال بتاع السيدات وكبار السن وغيرهم، يعني هل لاحظتي ان هذا الاقبال مهدف بمعنى انه في وعي وفي اختيار لناخب بعينه، ولا اللي جايين من قريه معروف ان هم بينتخبوا المرشح بتاع القريه دي وخلاص، ولا ايه بالظبط؟
بالفعل يا فندم جولة الإعادة بيكون ليها طبع مختلف غير الجولة الأولى. يمكن الجولة الأولى بيكون الناخب رايح لمرشح بعينه، بياخد معاه مثلا كل دايرة بيكون فيها بيختار اثنين أو ثلاثة، هو رايح لمرشح بعينه بيختار الاثنين أو الثلاثة اللي بيبقوا في المرشحين لذات الدايرة باختيار عشوائي. لكن ناخب الإعادة بيكون رايح محدد هدفه وعارف هو هينتخب مين. واحنا عندنا طبعا في الكرة طبعا لازم يكون بيبقى العائلات بتصطف حوالين الناخب بتاعها وابن بلدها والمرشح، انا اسف المرشح بتاعها، ان بيكون ابن بلدها، والعائلات طبعا بتدعم التكتلات العائليه. احنا عندنا طبعا محافظه الشرقيه من المحافظات اللي بتشتهر بالتكتلات العائليه والطبيعه طبعا الريفيه في المحافظه دي، بيكون ليها سائد في اختيار النائب بتاع كل دايره. بشكرك. عندنا طبعا الاعاده في 8 دوائر، احنا الجوله الاولى ما حسمتش اي مقعد لاي ناخب لاي مرشح من المرشحين. الاعاده في 8 دوائر و42 مرشح بيتنافسوا على 21 كرسي. بشكرك على 21 كرسي. شكرا جزيلا ايمان مهنا مراسله اليوم السابع بالشرقيه، ونتمنى أن كل مرشح يفوز يحقق الأمنيات والأحلام قدر الطاقة وقدر الاستطاعة، وأبناء دايرته يحسوا أنه فعلا أدى أداء قوي. وانتوا شفتوا، احنا قلنا أكتر من مرة احنا كأننا بنعيد العملية الديمقراطية مرة أخرى، وكأن مصر فعلا بتولد من جديد بعد 2013. ودي حقيقة أنه حتى تجربة مجلس النواب من يعني أصاب ومن استطاع أن يؤدي أداء ملحوظ حس به أبناء دائرته وكانت عنده الرغبة في أن يترشح مرة أخرى، فعلا أبناء دائرته نصروه. وطبعا تم استبعاد كل من كان الشعب يعني مش موافق أو مش راضي عن أدائهم البرلماني خلال الخمس سنين اللي فاتت. طيب تعالوا نروح لكفر الشيخ. مقر لجان كفر الشيخ شهد إقبال كبير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم في الساعة الأولى من أول يوم من يومي جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية. برضو تواجد كبير بقرى مراكز المحافظة للإدلاء بالأصوات في طوابير خارج وداخل اللجان، وأيضا تم توزيع الكمامات على الناخبين للالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية. أستاذ محمد سليمان مراسل اليوم السابع كفر الشيخ، مساء الخير. مساء الورد أستاذ محمد. يعني أنت شايف أنه الإقبال كبير فعلا بالمقارنة لأن ده اليوم الأول ولسه احنا متعودين أن نروح في آخر وقت بنذاكر ليلة الامتحان؟ لا، النهاردة تميز من قبل بدء اللجان وفتحها رصد طوابير أمام اللجان في قرى مركز كفر الشيخ وقلين، خصوصا من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات. بداية اليوم طبعا كان إقبال بسيط في القرى في المدن، لكن ظل الازدياد وظل التوافد على القرى أكثر من الصباح. في المساء ازداد الإقبال على اللجان الانتخابية في القرى ووقفوا في طوابير طويلة، هذا في القرى. أما في المدن برضو ظل التواجد متوسط حتى نهاية اليوم. هل متوقع أن في مجموعات هتنزل بكرة بأعداد أكبر؟ وهل هذه النسب اللي حضرتك بتقارنها ببعضها الصبح مع الظهر مع بالليل، هل هذه النسب يعني ترقى لمستوى الزحام في الجولة الأولى، ولا إن احنا بنتحدث عن إن كل الأرقام بتبقى أقل في الإعادة عشان المرشحين بيبقوا قليلين؟ عشان بس نتكلم بواقعية شوية. تفضل. لما هناك لما يكون عندي أنا 150 مرشح في الجولة الأولى، أكيد التوافد على اللجان هيكون أكتر. تمام. والخاسر أو أنصار الخاسر ربما منهم من يتوجه إلى اللجان لاختيار مرشحين آخرين أو يعزفوا، ولكن القرى مختلفة عن الجولة الأولى. يعني الجولة هو حضرتك بتتكلم بواقعية، لكن مش هي دي الديمقراطية المأمولة. أنا كمواطن مفروض أنزل أقول صوتي حتى لو المرشح اللي أنا مش عايزه مجاش، طب ما أنا أختار من اللي بيعيده الأنسب والأفضل ليا، لأن ده دوري برضو. ده حقيقة، وده اللي بيحاولوا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في بياناته
ان هو يناشد الناخبين بالنزول صحيح. لاختيار من يمثلوهم من العشرين المرشحين على 10 مقاعد. تمام. في منهم من يستجيب وفي منهم طبعا يعني بنحاول اقناعه للنزول بكره ان شاء الله. اشكرك يا فندم استاذ محمد سليمان مراسل اليوم السابع بكفر الشيخ، شكرا جزيلا. اروح معاكم للدقهليه، الدقهليه بتشهد اكبر سباق على مقاعد في 42 مرشح برضه بنفسه على 21 مقعد زي الشرقيه، دي اكبر محافظتين بيحصل فيهم اعاده. اللجان الانتخابيه لمجلس النواب بتنتظم في التصويت بعد ما معظمها اتفتح في الميعاد المقرر 9 الصبح بالظبط. كل اللجان طبق الاجراءات الاحترازيه والتشديد من افراد الامن بارتداء الكمامات، بالتنبيه طبعا على الناخبين بارتداء الكمامات يعني، وكراسي متحركه خارج اللجان للمصوتين لمنع التزاحم. اللي عايز ياخد كرسي متحرك بيدخل بيه لغايه اللجنه لو في شيء من التعب او العجز، والكراسي العاديه لراحه الناخبين عشان ما يحصلش زحام جوه عند اللجنه. استاذ حازم نصر مدير مكتب اخبار اليوم محافظه الدقهليه، مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الدقهليه بتشهد بتهيألي اكبر يعني صراع في الاعاده، 42 مرشح على 21 مقعد صح؟ ده صحيح، لانه الاعاده بتجرى على جميع مقاعد المحافظه لان ما فيش مقعد واحد حسم من الجوله الاولى. ايه تفسيرك لحكايه عدم الحسم من الجوله الاولى في ولا مقعد في الشرقيه وفي الدقهليه؟ برضه الشرقيه 42 مقعد 42 مرشح على 21 مقعد في الاعاده. ده صحيح، هو طبعا واضح ان المحافظتين المتجاورتين بيتمتعوا تقريبا بنفس الميزه من حيث الكثافه السكانيه. حوالي 7 مليون لكل محافظه فيهم. خصص عدد المرشحين يعني في دوائر كان فيها 45 مرشح، في دوائر 47 مرشح. ايوه. خصص عدد المرشحين بالتاكيد كان هيبقى صعب جدا ان في مرشح واحد بمفرده ياخد اكتر من 47 مرشح التانيين برمتهم يعني. فبالتاكيد انه كان كل متوقع ان بالفعل المقاعد كلها تتجه الى الاعاده. هل نقدر نرصد الامر ما كانش مستغرب يعني. هل نقدر نرصد نسبه المشاركه في الانتخابات ولو بشكل تقريبي كده لليوم الاول من الاعاده؟ والله هو من الصعب جدا ان حضرتك ندي نسبه محدده، انما هو على الاجمال انه المعروف انه ان المشاركه في الاعاده بالتاكيد بتكون اقل من الجوله الاولى. أي. لانه عدد او الغالبيه العظمى من المرشحين بتكون غادرت الانتخابات في الجوله الاولى. زي ما بقول لحضرتك ان في 47 مرشح في بعض اللجان، 47 مرشح، اما الاربعه بدخول الاعاده معناها ان في 43 واحد خرجوا خارج السباق الانتخابي. فبالتالي انه انما على الاجمال نقدر نقول انه نسبه التصويت هي ليست المأمولة ولكنها أيضا مقبولة لحد ما، يعني في المعدلات الطبيعية لأي انتخابات حصلت قبل كده. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ حازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم بمحافظة الدقهلية. أروح مع حضراتكم للإقبال الكبير على اللجان بالأليوبية، دائرة القناطر الخيرية وأليوب في تزايد إقبال من الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مقعد وحيد متبقي بالدائرة محافظة الأليوبية ككل، حيث تصدر كبار السن المشهد منذ ساعات الصباح الأولى حتى نهاية الاقتراع، 198 لجنة فرعية بمدن ومركز أليوب والقناطر الخيرية في 94 مقر انتخابي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة. طيب أيضا السويس كبار السن يتصدروا المشهد الانتخابي في السويس، العنصر النسائي ظهر بقوة في المشهد في لجان حي فيصل. أستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام بمحافظة السويس، مساء الخير. مساء النور. يعني إحنا عندنا كم دايرة انتخابية في السويس؟ هي السويس كلها دايرة واحدة مقسمة لخمس أقسام، اللي هي خمس أقسام شرطة، السويس والأربعين وفيصل والدنايم وعتاقة. وآخر اتنين ما سمعتهمش؟
عتاء وفيصل عتاء فيصل الجناين الأربعين السويس. آه تمام. طيب الإقبال كان بنفس درجة الدرجة الفئوية يعني في كله، يعني في كبار السن مكتوب عندي إن فيصل كان فيه إقبال نسائي كبير بينما باقي اللجان كان فيه إقبال من كبار السن أكتر. عايز أقول لحضرتك المشهد ده هو المشهد النهاردة والمشهد الطبيعي بالسويس من سنوات في الانتخابات والاستفتاءات. ابتدي اليوم الأولاني هادي لأن السويس ليها طابع عمالي ومجتمع عمالي كبير، فبالتالي بيبقى ليه طابع خاص في الناس بتحب إنها تروح في اليوم التاني ساعات بعد العمل كمان، ساعات ما بعد نهاية العمل. يعني بتتكلم في السويس يعني فيها ما لا يقل عن 100,000 عامل في الشركات، شركات البترول والمواني وكل. أيوة أيوة طبعا بالضبط. أنا السويس مؤهلة عشان ليها طابع خاص دونا عن الدوائر كلها اللي في الجمهورية. السويس مؤهلة في خلال السنتين اللي جايين إن هي تكون قاطرة للاقتصاد القومي. بعد أيام هيتم افتتاح أحدث ميناء في منطقة الشرق الأوسط داخل ميناء السويس في ميناء السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس. ده غير مواني دبي؟ ايوه ايوه. لا ده انت حضرتك مذاكر. 550 مليون دولار في التعاون بين مصر، مواني مصر ومواني الامارات من خلال مواني دبي، بيعملوا المرحله الثانيه بتكلف 550 مليون دولار بما يعادل حوالي 10 مليار جنيه. بيوفر فرص عمل مباشره وغير مباشره 5000 فرصه عمل. ايه اللي بنقوله ده؟ ده منعكس على اللي احنا بنقوله الانتخابات وانتخابات الاعاده، ان اهالي السويس عندهم امل كبير ان النواب في النسخه الجديده من البرلمان ان هم يشرعوا، مش بقول لك بقى بيقولوا ويعملوا اتصالات، لا ده يشرعوا يبقى في قوانين تهم شباب مصر كلها، ان يكون المشروعات القوميه الكبرى اللي بيسعى ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسابق بها الزمن، ان يكون على الاقل 80% من العماله اللي بتقوم في هذه المشروعات من ابناء هذه المرحله. بمعنى انا بقول مشروع قومي في السويس وفي السخنه يبقى معظمه من الشباب السويس او شباب منطقه القناه بنسبه 80% والباقي خبرات. طب ده وعي كبير يا استاذ عمرو اللي حضرتك بتتحدث عنه، ده وعي بالاحتياجات السياسيه للمحافظه والاحتياجات الاقتصاديه، وبالتالي نرجعها على مين؟ النواب اللي حققوا لنا دوت. لكن ده يخليني اسال حضرتك عن هذا الوعي بالاصوات الباطله، يعني هل رصدتوا نسبة كبيرة من أصوات باطلة في الانتخابات في المرحلة اللي فاتت؟ وهل في الإعادة تم توعية أكبر لكي نحصل على أصوات صحيحة بنسبة أكبر؟ شوف أنا دعني أقول إن هنرفع القبعة في العشر سنين الأخيرة بما فيهم الانتخابات البرلمانية لشباب مصر. ليه؟ حتى اللي ما شاركش تخيل، ليه؟ إن هو قدر وفهم ووعي ان استقرار البلد نمره واحد، الامن القومي البلد نمره واحد. صحيح. من خلال ايه؟ اطلاعاته على السوشيال ميديا وشايف اللي حواليه والدول اللي حواليه بيحصل فيها ايه، وهو بيتواصل من خلال ان هو قدر في الفتره اللي جايه وان احنا بنعبر عنق الزجاجه لاقتصاد مصر. أيه. بحيث نكون او لا نكون من خلال اجراءات صارمه واجراءات جراحيه عاجله عشان الاقتصاد يقوم، يبقى فيه مشروعات، يبقى فيه شباب ليه يفتخر ان تحت ايده مصر، ان الشباب ده هو اللي شايف انا بكره في الاعاده هيكون له دور كبير جدا، مش في السويس بس. انا شايف في معظم محافظات مصر الشباب هيكون له دور الى جانب كبار السن والنساء. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، السويس لها طابع خاص في القبليه، هل النواحي الحزبيه والالتزام الحزبي، هل نواحي ان تعمل خليط بين ده وده، والسويس دايما احيانا ساعات بتفجر مفاجآت. لكن انا شايف ان التواجد في الشارع سواء للمستقلين، لان اللي بيعيدوا اربعه، اثنين يتبعون الحزب مستقبل وطن اللي هو حسن عيد وجمال عبيد، والاثنين مستقلين هو جلال مازن وده سبق دخوله مجلس الشعب قبل كده، ومعاه احمد مراد، فبالتالي دول الاثنين دول مستقلين والتانيين تبع المستقبل الوطني. الشعب السويس دايما ليه كلمه
بناء على اللي انت قلته في كلامك انت وفي مقدمتك واسئلتك ليا هيختار مين اللي هيحقق له اماله. طبعا السويس مدينه مناضله وشعب واعي وعنده تراكم حضاري رائع يعني، واحنا نتمنى ان شاء الله انه اللي يكسب هو اللي يكون هيحقق مصلحه أهالي السويس الجمال. شكرا جزيلا أستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام محافظة السويس، وأروح معاكم للإسماعيلية. هاخد كم محافظة سريعا كده عشان عندنا فقرتين للحوار. اللجان الانتخابية في الإسماعيلية بتشهد ازدحام كبير بالوجود أمام اللجان منذ الصباح الباكر مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية. اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قال إن جميع اللجان الانتخابية عددها 319 لجنة فرعية في جولة الإعادة فتحت في مواعيدها دون تأخير وبدأت تستقبل وفود المواطنين، وقال إن المحافظة بيخوض فيها 10 مرشحين جولة الإعادة للتنافس على 5 مقاعد بثلاث دوائر في الإسماعيلية. من الإسماعيلية أروح مع حضراتكم لشمال سيناء. اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بشمال سيناء برضو فيها احتشاد وفي صفوف كبيرة للناخبين مع بدء فتح اللجان واستقبال كل ناخب للإدلاء بصوته لاختيار العضو اللي يمثله. حشود أكتر أمام اللجان في مدينة بئر العبد وقراها، لجان العريش والشيخ زويد، فرق من الشباب المتطوع قاموا بتعقيم المقرات وصناديق الانتخاب قبل فتحها أمام الناخبين بلحظات، وأيضا على كل باب لجنة فرق طبية توفر الكمامات للناخبين. طبعا يعني هذه الأخبار عن شمال سيناء بالتحديد، يعني الأسماء اللي بترد على ما سمعنا كانت في أعمال إرهابية إن شاء الله لن تعود مرة أخرى لمصر، بئر العبد والشيخ زويد ورفح وكل دي مدن شمال سيناء اللي النهاردة بتشترك في عرس ديمقراطي وكأن شيئا لم يكن، وكأن الحياة تستأنف بتنمية وبقوة وبإصرار على أن هذا الشعب لابد أن هو يعيش ويعيش كمان عيشة كريمة. تعالوا نروح لآخر حاجة عندي، وهو خبر مش عن الانتخابات لكن بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من الشخصيات العامة. أقيمت اليوم فعاليات مبادرة لا للتحرش، والمبادرة دي بتنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والحقيقة ده شيء لطيف جدا. أتمنى إنه هذه المبادرة يكون فيها شيء من الوعي. أنا عارف إن المصريين يعني المصري فهلوي ودمه خفيف ويعني بيحب يبان إن هو يعني كده نجم ومميز، وكل الحاجات دي جميلة ودي سمات في الشخصية المصرية، بس خلينا نعمل ده في كلمة لطيفة، في جملة رقيقة، في حاجة ظريفة، ولكن يبقى في وعي بيفصل خط كبير فاصل ما بين ميزات الشخصية المصرية وبين بقى سلوكيات رديئة زي التحرش، وإحنا دلوقتي غلظنا العقوبات بشكل كبير. تعالوا نشوف هذا التقرير عن هذه المبادرة اللي بدأت فعالياتها النهاردة، ونرجع مع حضراتكم مع أول ضيوفنا لهذا اليوم. برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظمت احتفالية بمناسبة ختام فعاليات مبادرة لا للتحرش، والتي نظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ممثلة في الإدارة العامة للتدريب وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسينج. مبادرة لا للتحرش دي بدأت يوم 6/11 واستمرت، والنهاردة النهائي بتاعها، وإن شاء الله هنعمل طبعا مرحلة تانية، لأن المبادرة لقت استحسان من أولياء الأمور ومن جميع المحافظات على مستوى 27 محافظة. احنا استهدفنا حضرتك 27 محافظة ب54 دورة،
إجمالي عدد المستفيدين 1996 من الفتيات. الحقيقة احنا بنعتز بالمبادرة الجديدة دي مع وزارة الشباب والرياضة، لأن هي مبادرة لمناهضة التحرش، وهي جزء من فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اللي موجودة الأيام دي حول العالم. الحقيقة دي مبادرة جديدة ان هي فيها جزء تثقيفي وجزء عملي في قدرة البنت انها تتدرب على الدفاع عن النفس من خلال التدريب على الكيك بوكسينج. دورنا احنا كصندوق الأمم المتحدة للسكان كان دمج الشق التثقيفي عن انواع العنف، سبل الحماية اللي موجودة في مصر اللي ممكن البنت تلجأ اليها في حالة حدوث يعني تحرش او عنف وهكذا. شهد الحفل توزيع شهادات تقديرية للمشاركين والمدربين الذين شاركوا في نجاح هذه المبادرة من خلال تدريب الفتيات بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض فيلم وثائقي يتحدث عن المبادرة وفعاليتها في مراحلها المتعددة، إلى جانب الاستماع إلى تجارب بعض الفتيات الذين شاركوا في المبادرة وتوضيح فوائدها وإيجابيتها لديهم. طبعا وزارة الداخلية فيها إدارة كاملة في كل مديرية أمن خاصة بالتحرش، وبالتالي كان مهم جدا ان احنا ندرب بناتنا داخل مصر كلها من اولها لاخرها على حاجتين. الحاجة الاولانية كيفية صد التحرش اللي ممكن يكون موجود فيها، ونمرة اتنين تنمية الروح القوية بالنسبة لها انها ما تخافش. الاول المبادرة دي يعني عملت ضجة جامدة جدا في مصر، بالاخص مركز شباب العمراوي اللي انا كنت بحاضر فيه، كان معايا اكتر من 25 بنت، من بين 25 ل 30 بنت. علمناهم الاول ازاي يبقوا واثقين من نفسهم بالمحاضره النظريه مني من كابتن علياء الزميله اللي كانت موجوده معايا، ازاي البنت تبقى ماشيه في الشارع واثقه من نفسها، تدافع عن نفسها ازاي. علمناها ازاي اصلا بصوتها بس تقدر توقف المتحرش عن اللي هو بيعمله، سواء تحرش لفظي او نظري او جسدي او ايا كان نوع التحرش اللي بيعمله. تهدف المبادرة إلى إكساب الفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم لمواجهة ظاهرتي التحرش والبلطجة، لأجل مجتمع أكثر أماناً وخالي من التحرش. بيتر رأفت، مساء الخير، ميسات.